يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا يحتفلون بالمولد النبوي ويبيعون أنواعا من الحلويات خاصة بهذه المناسبة، فهل يجوز شراء مثل هذه الحلويات وأن نقدمها لأولادنا؟ وإذا أرسلها أحد الأقارب لأولادي هدية، فهل أدعهم يأكلون من هذه الحلوى؟ يا أخي الدكاكين موجودة ومملوءة بالحلويات، رح وشر لأولادك من الدكاكين، ولا تأخذ هذه الأمور، لأن هذا تشجيع لهم وإقرار لهم على هذا العمل. نعم.